ديال اليوم حنا عندنا شكل نضالي امام مقر وزاره التربيه الوطنيه وطبعا يكون عندنا شكل نضالي كذلك يوم غد وهذا الشكل النضالي طبعا مرفوق او متزامن مع اضراب وطينا خضوكه تنسيقيه ايام 6 و7 و8 مارس هذه الاشكال النضاليه ديالنا تنخوضوها يعني منذ 2016 لان منذ 2016 حنا عندنا مسلسل او برنامج نضالي تنحتجوا كاساتذه حامل الشهادات من اجل ان يلحقنا في الترقيه وشغل الاطار طبعا على غرار الافواج السابقه اليوم حنا كنا تنتمناو باش ما نخوضوش هذه الاشكال النضاليه لانه حنا هذا الملف هذا حصل فيه اتفاق نهائي يوم 18 يناير 2022 هذا الاتفاق من بين الموقع وقع طبعا بين النقابات ووزاره الصيد الوطني في ملف حمل الشهادات وملفات اخرى تحت اشراف رئيس الحكومه اللي طبعا كان هو الضامن لتنزيل هذا الاتفاق للاسف الشديد هذا الاتفاق هذا ما تنزلش وكان من بين البنود ديالو انه سوف يتم تسويه ملف حمل الشهادات قبل ما تم 2022 حنا دابا في مارس 2023 ومازال الملف لم يحرز اي تقدم ولا زال الملف لا يراوح مكانه جئنا اليوم لنوصل صوتنا ونظهر غضبنا عن عدم حل ملف حمل الشهادات الذي عمر طويلا سنوات طويلة يعني عدة اتفاقات أصدرت في هذا الملف واتفاقات في عهد الوزارة السابقة واتفاقات في عهد الوزارة الحالية ولكن دون أجراء للأسف الاتفاق الذي كان خلال هذه الوزارة الحالية هو اتفاق يناير 2022 الذي كنا ننتظر أجراءته بفارغ الصبر فنفاجأ باتفاق آخر ينسخ الاتفاق الأول واتفاق مبهب المعالم هو اتفاق يناير 2023 يعني والآن أصبحنا ندور في حلقة مفرغة منذ 2016 وحنا كناضلوا كن نجابه بالقمع وبآذان صماء وبتعجرف الوزاره حنا اليوم ناكدوا اننا حنا اليوم عازمين على اننا نبصموا على معركه نضاليه في هذا الاثنين والثلاثاء من اجل ايصال الرساله لوزير التربيه الوطنيه والرئيس الحكومه نقولوا له من هذا المنبر انه واش هذه الوعود اللي وعدت بها النساء ورجال التعليم ولا ملف حل ودائما تمطيط وتمطيط وتمطيط، اليس منكم في هذه الحكومه رجل حكيم حتى يستمع لنبض الشارع ديال الاساتذه، كل الفئات الان هي في نضال ولا ولا ملف حل لا. هل هذه هي الوعود؟ نحن دخلنا في السنه الثانيه، ليست هناك اي جديد في الملف، مطالبنا واضحه، الترقيه وتغيير الاطار باثر رجعي مالي ومادي منذ 2016. معادله الدبلوم ديالنا بالتبريز. مطلب اخر وهو الاحتفاظ بالسنوات الاقدميه ومطلب اخر هو عدم احتساب حصيص الاساتذه الثانوي لانهم هما كيطلبوا فقط بالترقيه بالشهاده